يلا. الو وي السلام عليكم بوبيا، اش عندنا عندنا نار في حي سعيداني هنايا، ايه اغصبوا لينا راهي تاكلنا في الزرع وكامل وصدمتنا على الديار وكامل. هيا صح صح صح. السيطرة الحريق ومشاكل حتى خطورة على المحاصيل اللي حداهم. الخاص بتنظيم تمارين تطبيقية خاصة ب يعني خدمات حال الغابات والمحاصيل الزراعية، ونظمت مديرية الحماية المدنية اللي متعين تفلا زاول هذا اليوم يعني تمارين محاكاة حول إخماد حريق غابة بمشاركة يعني مختلف المصالح المعنية سواء الدرك الوطني، محافظة الغابات، المصالح الفلاحية، بلدية عين فلان، الشرعة العمومية، مديرية الري، كل الشركاء شاركوا في هذا التمرين. والهدف من هذا التمرين هو الرفع من مدى جاهزية يعني كل المصالح للتصدي لأي حريق، خاصة ونحن مقبلين على فصل الصيف، وكذا الهدف التنسيق ما بين مختلف المصالح يعني لمعرفة مدى أهبة كل مصلحة لتنفيذ يعني مخطط النجدة أو مخطط إخماد حريق الغابة في حالة اندلاعية أو مخطط إخماد حريق محصول زراعي. وجرى هذا التمرين في ظروف جد حسنة وشكرا. ولاية عين فلان تسخر بثروة غابية معتبرة مقدرة ب 132,709 هكتار متمثلة في الغابات أحراش وأدغال، وهي عرضة لجملة من المخاطر من بينها حريق الغابات. ولهذا فإن محافظة الغابات سنويا تحضر مخطط لحماية مكافحة حريق الغابات. هذه السنة التحضيرات بدأت منذ شهر جانفي، يعني أشغال استباقية متمثلة في تنصيب جميع اللجان بما فيها لجنة الولاية ولجنة المستعلة على مستوى الدوائر.